لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. مشاهدينا، اللغة العربية واحدة من اللغات العالمية، إذ يبلغ عدد متحدثيها 422 مليون نسمة، غالبتهم في البلدان العربية وبعض الدول الإسلامية كتركيا ومالي وأرتيريا وتشاد. وتتكون اللغة العربية من 28 حرفا، أحداها حرف الضاد الذي لا نظير له في كافة اللغات الأخرى، لذلك يطلق عليها اسم لغة الضاد. وسنخصص اليوم جزء من حلقتنا للغة العربية كتتويج لها وإبراز لأهميتها ودورها في حفظ التاريخ ونقل العلوم من الحضارات المختلفة إلى العصر الحديث. مشاهدينا، تم تحديد يوم الاحتفال باللغة العربية من قبل منظمة اليونسكو، وبدأ هذا التخليد في عام 2012، واختير اليوم 18 من شهر ديسمبر من كل عام يوما عالميا للغة العربية. وقد أولت الإمارات العربية المتحدة للغة العربية اهتماما بالغا لأسباب عديدة، أهمها منهجيتها في الانتماء إلى الأمة العربية والمحافظة على الهوية، وهذا منتهجه المغفور له بإذن الله تعالى الوالد القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وما تواصله القيادة الرشيدة في مجمل الإمارات العربية المتحدة السباقة بالمشاريع والمبادرات والرؤى الحافلة بتأسيس الإنسان، وإطلاق طاقاته الإشراقية من الإمارات إلى العالم، التي تحتفي هذا العام بالتسامح كقيمة عربية وإنسانية عليا. وقد غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قائلا: في اليوم العالمي للغة العربية تحتفي الإمارات مع العالم بهذه اللغة الخالدة دراسة وبحثا وعبر سياسات حكومية وثقافية متجددة. لدينا أجندة وطنية للغة العربية، ووجهنا بعمل المزيد من الدراسات والمبادرات لترسيخها لغة للحياة. مشاهدينا، معنا في هذه الحلقة أكيد فقرات جميلة ومنوعة، وبتكون البداية مع اليوم العالمي للغة العربية، وكذلك بنسلط الضوء على أطول ماراثون صحراوي في العالم، وآلة العود لها سحرها وهي سحر الموسيقى الشرقية، ومن ريشة العود إلى ريشة الألوان نحلق في سماء الفن التشكيلي ورحلة مع جماليات هذا الخط العربي. مشاهدينا، تعتبر مبادرة تحدي القراءة العربي من المبادرات المهمة في تجذير ثقافة القراءة التي من الممكن أن تنجز مبدعين مستقبليين في المجالات كافة. وهي المبادرة العربية الأولى من نوعها التي أشركت جميع الطلاب في العالم العربي والعالم في هذا التحدي الذي رفع نسبة القراءة بالملايين بين الطلاب العرب داخل الوطن العربي وخارجه، منجزة أهدافاً متعددة منها الاهتمام باللغة العربية قراءة وكتابة وتفكيراً، وتفعيل كذلك دور النشر وتفعيل ذائقة القارئ، اكتشاف مواهب أدبية وعلمية وإعلامية وثقافية بين الطلاب المشاركين والذين تضمهم المبادرة منذ الصف الأول الابتدائي ولغاية الثاني عشر، إضافة إلى اتساع المبادرة لتشمل الطلاب الجامعيين أيضا. مشاهدين، خلينا نتابع معاكم هذا التقرير. القراءة تأخذك إلى أماكن جديدة، تأخذك في رحلة إلى أكبر المجرات وأصغر الكائنات. القراءة تحلق بك إلى عوالم واسعة، عوالم مليئة بالأفكار المبدعة، غنية بالتجارب الفريدة، لتكتشف نفسك وتحلم أكبر وتنجز أكثر. تأخذك في مغامرات رائعة، حدودها خيالك، لتتعرف إلى أصدقاء جدد داخل الكتاب وخارجه. هذا جمال القراءة. والآن تخيل معنا 50 مليون كتاب جديد يقرأه الأطفال والشباب في العالم العربي كل عام. هذا هو تحدي القراءة العربي. إنه فرصة أمل لتشجيع القراءة وتنمية حب لغتنا العربية الجميلة عند أطفالنا وشبابنا، وباستطاعة جميع الطلاب أن يشاركوا في هذا التحدي. كل ما عليك فعله هو أن تتحدث إلى مشرف تحدي القراءة في مدرستك ليساعدك في التسجيل واختيار الكتب المناسبة وتعبئة ملخصات الكتب في جوازات السفر الخاصة، حتى تتأهل إلى المراحل المتقدمة فتتنافس مع أبطال قراءة مثلك من كافة أنحاء العالم العربي. موعدنا في دبي.
في نهاية كل عام دراسي في حفل تكريم الفائزين بالتحدي ومشرفيهم ومدارسهم. سيحصل الطالب الفائز في تحدي القراءة العربي على جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار. يتم تخصيص 100 ألف دولار منها لتغطية تكاليف دراسته الجامعية، أما الجزء الآخر فيكون مكافأة لأسرته، وستقدم جائزة مالية بقيمة 1,000,000 دولار للمدرسة الأكثر مشاركة في تحدي القراءة العربي، بالإضافة لجوائز مالية بقيمة 300 ألف دولار لأوائل التحدي، وجوائز تشجيعية للمشرفين المتميزين بقيمة 300 ألف دولار، بالإضافة لهدايا عينية ومادية وتكريمية تصل لمليون دولار لكافة المشاركين والمشرفين المتميزين في تحدي القراءة العربي. مع كل كتاب تقرأه أنت تفتح لنفسك آفاقا جديدة وتصل إلى أبعد مما كنت تتخيل، وتبحر في عقول المفكرين والمبدعين عبر التاريخ. اقرأ معنا وكن جزءا من تحدي القراءة العربي. أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ هذا ما قاله عبد الحافظ إبراهيم عن اللغة العربية، وقد وصف أحد المستشرقين العبارة العربية بأنها كالعود، إذا نقرت على أحد أوتاره رنت لديك جميع الأوتار وخفقت، ثم تحركت اللغة في أعماق النفس من وراء حدود المعنى المباشر موكبا من العواطف والصور. ونحن اليوم نشارك العالم احتفالهم بلغة الضاد، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم في الاستديو السيد أحمد الخطيب بروفيسور في اللغة العربية. خلونا نرحب به. مرحبا أستاذ، ونورت البرنامج. الله يبارك فيك. أنا كما مرحب فيكم. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. بداية خلينا نتكلم عن مفهوم اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. كل لغات العالم على الكوكب الأرض هي مجموعة من الأصوات والرموز. نعم. طبعا تتجمع في كلمات، والكلمات إلى مصطلحات، والمصطلحات تصبح جمل، وتتجمع طبعا أخيرا في معاجم خاصة باللغة. ولغتنا ليست العربية ليست استثناء، بل كانت اللغة العربية هي السباقة في إيجاد المعاجم، وكان أول معجم في التاريخ هو معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا شرف للأمة العربية بصراحة وللأمتين العربية والإسلامية. أول معجم في التاريخ هو معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي في العام الثامن للهجرة. نعم. والواقع يعني هذا المعجم له قصة يمكن ما خلينا نسمعها معك. ما يسمح الوقت لشرح هذا المعجم. عادي استاذ، عادي. يعني طيب حابين نسمع هذا المعجم اليوم. اليوم اليوم برنامجنا حق اللغة العربية. خلاص طالما اللغة العربية، لكن هذا المعجم نعم. يعني بصراحة لم يعطى حقه. نعم. لا من قبل الدارسين ولا من قبل المهتمين، بسبب أنه طرح موضوع جديد قديم. نعم. جديد حاليا أوروبا تيقظت له، وقديم طرحه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. نعم. الحقيقة هو رتب معجمه على مخارج الحروف. جميل. لذلك سموه العين. العين هو أعمق حرف بيطلع من الإنسان إلى آخر فاء الشفايف، حرف الفاء. نعم. ورتب هذا المعجم وكأنه طبيب بشري في ذلك الوقت. سبحان الله. ولذلك يعني كمان ليس حصرا في المعجم، بل أوجد علما لم يوجد حتى في الكون كله، وهو علم العروض. نعم. 16 بحرا من الشعر العربي ضبطها. نعم. بعد أن كانت مطروقة من قبل. جميل. لكن لم ينظمها أحد سوى الخليل بن أحمد الفراهيدي. نعم. استاذ طيب خلينا نسمع معك او نتعرف على مخارج الحروف اللي كانت في معجم العين. يعني هن العين، الغين، القاف، الكاف، شوفوا بالترتيب. نعم. اللام، السين، الشين، الصاد، الضاد، وهكذا. نعم. يعني مرتبه مخارج الحروف. ولاحظي انت حتى القرآن الكريم اعتمد على التجويد في مخارج الحروف. نعم. والعلم الحديث، علم الصوتيات، يعني كمان ركز على موضوع مخارج الحروف. جميل. والحقيقة هذا سبق للعرب في هذا المجال. أكيد. خلينا نتكلم عن تأثير اللغة العربية في الحضارات السابقة وكيف أنها نهضت فيها. والله يعني أقول لك اللغة العربية أول شيء، يعني أنا بحب أركز على نقطة مهمة، أنها استمدت
من القرآن الكريم. والقرآن الكريم الله ربنا تعالى حافظ عليه، فجاء القرآن فحافظ على اللغة العربية. وكأن اللغة العربية والقرآن صنوان لا يمكن لأحد أن يؤثر فيهما، بل على العكس، اللغة العربية والحضارة الإسلامية والحضارة أثرت على باقي الحضارات. في القرون الوسطى كانت أوروبا غارقة بالفوضى والجهل والظلام، بينما كانت الحضارة الإسلامية منتشرة على أوسع نطاق في ذلك الوقت. يعني وصلت الحضارة إلى أبواب فرنسا عن طريق عبد الرحمن الغافقي في الفتوحات الإسلامية. وهذا الحقيقة يعني ليس اعتراف نحن منا، بل هم اعترفوا. يعني العالم التاريخ اعترف، التاريخ اعترف. العالم اليوناني المشهور اللي أوجد نظرية في الرياضيات، نظرية المثلثات، كل ضلعين متقابلين متساويين، هو اعترف قال أنا تتلمذت على يد ابن الهيثم. وهذا الاعتراف يعني غيض من فيض. يعني ابن سينا وغيره وغيره من العلماء الذين أثروا في الحضارة الأوروبية. وأنا لا أخفي أن نابليون بونابرت عام 1897 عندما دخل مصر لم يركض نحو الذهب والفضة، بل ركض نحو المؤلفات والمخطوطات، وحمل ما يستطيع من مكتبة الإسكندرية ومكاتب القاهرة وغيرها، والتاريخ يسجل هذا الكلام، وأخذها معه إلى باريس. وكنا نتفاجأ ونحن طلاب كيف طه حسين يأخذ الدكتوراه من السوربون، دكتوراه في اللغة العربية من السوربون. لم نكن ندرك هذا الكلام. بعد أن قرأنا التاريخ عرفنا أنهم سرقوا أمات الكتب الرائعة في اللغة العربية. والحقيقة يعني نابليون بونابرت عرف كيف يسرق كنوز الحضارة العربية الإسلامية، كيف يغزوها. يغزوها. ولذلك يعني من هنا يعني كثر الأعداء على اللغة العربية، لغة يعني اللغة السامية الوحيدة. صحيح. التي حافظت على حياتها حتى الآن، وهي من أقدم اللغات، هي واللغة العبرية صنوان، يعني ولدتا في زمن واحد. اللغة العبرية لا يتكلم فيها إلا 2 مليون أقصى حد، بينما اللغة العربية الفخر لنا أكثر من 1.5 مليار يتكلمون اللغة العربية. طيب إذا رجعنا للحضارات السابقة وشفناها في ازدهارها باللغة العربية، ما الأسباب اللي أدت إلى تدهور عنك؟ أنا بقول لك الأسباب. شو نحن يعني طبعا الوطن العربي دائما يتعرض إلى غزوات. وكل اللي غزونا بدلا أن نتعلم لغتهم تعلموا لغتنا. إما مضطرين لأنهم دخلوا الإسلام، والإسلام لا يجوز إلا في اللغة العربية. فالأتراك عندما دخلوا ظن العالم أن العرب سيصبحوا أتراك وسيتكلمون اللغة التركية ويؤلفون باللغة التركية. تبين العكس، أن كل العلماء الأتراك الآن يتكلمون اللغة العربية. صحيح. بطلاقة، وهم مضطرون إلى أن نعلمهم هذه اللغة العظيمة. كذلك الفرس. الفرس عندما دخلوا في الإسلام كل علمائهم تجولوا بين بغداد والقاهرة ودمشق والزيتونة في تونس ليتعلموا اللغة العربية. وكلنا طبعا يعني يعرف علماء فارس سواء سيبوي ونفطوي وغيرهم تعلموا في وهم أصلا هم الذين وضعوا قواعد اللغة العربية. العربي لم يكن يحتاج لوضع قواعد. صحيح. الواقع هذا الصح. يعني العربي امرؤ القيس وزهير بن ابي سلمى واصحاب المعلقات والمتنبي وغيرهم، لو اخذنا التاريخ بالتسلسل ما احد منهم يحتاج الى المرفوع والمنصوب والمجرور. صحيح. بل هم كانوا بحاجه الى ان يتقنوا اللغة. وانا حقيقه يعني انوه اسمحي لي الى نقطه مهمه جدا. تفضل. كل الطلاب بيسالوني هذا السؤال، ماذا نستفيد من النحو؟ صحيح. المرفوع والمنصوب دائما. صح. وهذا السؤال أنا يعني أجيب عليه، أقول لهم ببساطة، إن الله يخشى من عباده العلماء. مين اللي بيخشى الثاني؟ الله ولا العلماء؟ طبعا هم بيقولوا الله. العلماء هم بالترتيب بالنسبة له للطالب الله. قلت له الله يخشى العلماء ولا العلماء يخشون الله؟
فإذا ما ضبطتها بالشكل الصح لن تستطيع قراءتها، معرفة المعنى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك هذا الضبط النحو بيعطي قوة شخصية، على عكس ما أظهرته السينما المصرية عن مدرس اللغة العربية أنه مترهل للأسف. صحيح. يعني بعض المسرحيات وبعض الأفلام التي قللت من شأن المعلم تسخر من المعلم اللغة العربية. صحيح. خاصة، وهذا سببه الدس، الغزو والتقاطع، السم بصراحة الذي نتعرض له نحن. على العكس، أنا كنت أرى في مدرس اللغة العربية وأنا صغير أنه أفضل مدرس. صحيح. ثقافة وعلما، وهو يستطيع أن يتكلم في كافة فروع التعليم، والعكس ليس صحيحا. ما شاء الله. إذا تكلمنا عن خصائص اللغة العربية، والله خصائص اللغة العربية يعني كثير بحق. وأنا أذكر خاصة مهمة جدا جدا اللي هي لا دين بلا لغة عربية. لا دين، يعني القرآن إذا قرأ مترجما. نعم. لا يعتبر كلام الله. يعني لو أنا جيت بدي أقرأ القرآن باللغة الإنجليزية والإسبانية أو الفرنسية أو اللغات التي تنافس في هذا العصر، لا يعد قرآنا، بل هو تفسير للقرآن. نعم. ولذلك ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم، وذكرت أكثر من 5 مرات في القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. معجزة. معجزة. نعم. ولذلك شوف العقل، هي استعادة العقل. من يقول أن اللغة العربية ليست لغة حضارة، كلامه مردود عليه بصراحة. نعم. لا يحق لأي إنسان أن يتم، وإلا لما اختارها الله لتكون لغة الجنة ولغة القرآن ولغة الرسالة المحمدية. الرسالة المحمدية هل هي للعرب؟ نعم. هل العرب عددهم 1.5 مليار؟ صحيح. لا، العرب لا يشكلون إلا جزء من الأمة الإسلامية. ولذلك أول خاصة هي خاصة إنه ارتباطها بالقرآن الكريم. أن خاصة الاشتقاق، لا يوجد لغة في العالم عندها قدرة على الاشتقاق مثل اللغة العربية. أنا أعطي للطالب جذر واحد وأقول له عين لام ميم علم، كم كلمة تستطيع أن تشتق من هذه الكلمة؟ وصلوا إلى 50 كلمة. علم علماء ومعلمات ومعلمون يمكن أنا إذا بدأ أذكر لك إياهم بيطلعوا أكثر عديدة. من 50. إذا الطالب بيقدر يطلع 50 كلمة فما بالك بمدرس. أكيد. هاي الاشتقاق. بالنسبة لموضوع النحت، النحت باللغة العربية غير موجود في باقي اللغات. يمكن تفكر أنت النحت الصخور ولا نحت، أو بتهيأ للإنسان لما تقول كلمة النحت. لا، النحت هو المزج الكلمات. خلينا نشرحها أكثر. النحت. نعم. النحت هي خاصة في اللغة العربية. أنا بدل ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أقول البسملة. نعم. بدل ما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أقول حوقلة. وبدل ما أقول مثلا بعض المدن حضرموت وبعلبك، كلها ممزوجة، يعني مركبة تركيب في كلمة واحدة. نعم. هذه صفة النحت ليست موجودة في باقي. صحيح. اللغات. في باقي اللغات اختصار بالحروف، أوائل الحروف، بقول لك تي سي إليوت نسبة إلى اسمه الطويل. نعم. أما ما في كلمة بالضم جملة واحدة، جملة بسم الله الرحمن الرحيم جملة، ولذلك أو عدة كلمات بدنا نسميها، ولذلك تختصر بكلمة البسملة، وكثير وكثير منها. نعم. أيضا غير موضوع النحت الثنائيات في اللغة العربية. فأنا عندما أقول الثقلان أنت مباشرة بتعرف الإنس والجن. نعم. وعندما أقول القمران بتعرف أنه الشمس والقمر، وهكذا. يعني في أكثر من 60-70 ثنائية في اللغة العربية ما شاء الله، مختصرة في كلمة واحدة. أيضا من خصائص اللغة العربية المرونة. وطيب استاذ، هذه المصطلحات ما زالت مستخدمه بس ولا عند الاشخاص المثقفين نقول او العلماء؟ والله هذا للاسف اللي يعني اعدائنا بيحاولوا. نعم. بس احنا بنستخدمها، يعني ممكن احنا يوم نسمعها مع شخص نقول شيء جديد، يعني يعني مش متكرره دائما مع الاشخاص. والله انا اقول تعود الى ثقافه الشخص. نعم. يعني بصراحه تعود الى ثقافه الشخص، وهي كلمات بسيطه جدا. صحيح. يعني الثقلان وردت في القران الكريم،
بصورة نعم. الرحمن يعني الثقلان الإنس والجن نعم. وردت منحوتة بكلمة واحدة في القرآن الكريم نعم. يعني هذا ليس يعني شيء جديد على اللغة العربية، واللغة العربية من بحر كبير من يعني. صفاتها المرونة، يعني أنا إذا أقول لك 500 صفة للسيف و500 صفة للأسد و500 صفة لكذا وكذا، ما في لغة في العالم أكيد. بس مع هذا تشوف البعض يتفاخر باللغة الإنجليزية أو اللغة الأخرى باللغات الأخرى وما يتفاخرون باللغة العربية. والله يعني حتى في اي مكان تقدم السي في مالك يعني إيه؟ حتى ما هي اللغه اللي انت تعرف اذا تكتب اللغه العربيه لا شو اللغه الثانيه هم يبون منك اللغه الانجليزيه او اللغات الاخرى. والله شوف الناس انا رايي تجنح للسهوله نعم. نحن لا نقول انه لغتنا سهله صحيح. حتى لاحظي المستشرق لغه القران اكيد لغه القران لغه صعبه اكيد يعني ما سهله اللغه الفصحى ما سهله انا اقول ما سهله لكن اذا الانسان حاول يستطيع ان يتعلمها نعم. والله في صديق مواطن قال لي بالحرف واحد ابني تعلم اللغة العربية عن طريق برامج الأطفال نعم. لأنهم يتكلمون باللغة الفصحى نعم. أنا حتى في أحد المتابعين من خارج الدولة كان ينتبه معي أن في بعض المخارج الحروف شوية صعبة معي فقال لي سهام أنصحك أنك تقرين القرآن قراءة بصوت عالي وتنتبهين للكلمات مخارج الحروف وأنا بقول لك يعني أبصم لك بالعشرة أنه بعدين تكون مخارج الحروف سهلة معك والله وأنا بنصح حتى نعم. المذيعين والمذيعات بهذا الكلام وفي مذيع اتوقع مسيحي في لبنان انه قبل ما يقدم البرنامج يقرا القران وبعدين صح يقدم صح حتى هذا اللي بيقدم برنامج من يربح المليون هذا جورج نعم. جورج يعني هو حفظ القران قبل ان يصعد الى نعم. منصه الاعلام وغيره نعم لان التجويد فيها مخارج الحروف والله انا حتى تعرفي خاطبت نعم شخصيا خاطبت الاتصالات خاطبتها عندما ترسلون لنا الرسائل ارسلوها باللغة العربية صحيح. خلي هو الأجنبي يروح يترجم مش نحن نترجم صحيح احنا في دولة عربية دائما شيوخنا الله يبارك فيهم الله ما قصروا الحمد لله ويعني بهالمناسبة انا بشكرهم جميعا بدون تسمية لانه كلهم ساهموا في هذا الموضوع صحيح. وخاصة الشيخ محمد بن راشد اللي سماها جلاء يعني أطلق عليها جلالة أو جلالة الملكة أو كذا باللغة نعم. العربية صفة رائعة جدا أكيد. واهتموا فيها اهتمام خاصة مسابقة القراءة تحدي القراءة وغيرها. وأنا شاركت في أكثر ما شاء الله من مسابقة أكثر من 4 مرات شاركت في موضوع مسابقة القراءة مع الطلاب طبعا كمحكم يعني لا والله ليس كمحكم نعم. أنا كمشرف ما شاء الله مشرف على نعم. الطلاب طيب اهتمام أو اختيار تاريخ 18 ديسمبر كيوم عالمي للغة العربية هل هو الانتباه لهذه اللغة العربية أم ماذا؟ وعالميا معناه عالميا معناه اللغة العربية وصلت فعلا للعالم يعني هو أنا بذكر حادثة ونحن طلاب جامعة نعم يعني في بالحرف الواحد هي طبعا في عام 1973 تم اختيار اللغة العربية كلغة رسمية نعم أنا في 81 كنت طالب جامعة أو يعني 79 كنت طالب جامعة قال الدكتور كان أحد أعضاء الوفد الذين دافعوا عن اللغة العربية فقالوا أنه يعني اللغة العربية لغة إطناب وتكلف الأمم المتحدة ملايين الدولارات وطباعة النشرات وكذا من هذا القصص نعم. فوقف هذا الدكتور لا أريد ذكر اسمه حتى ما يزعل الآخرين لأنه نعم. وفد كبير كان نعم. قال بالحرف الواحد قال له كيف نحن كلمة أم حرفين كلمة مذر عندكم بالإنجليزي 5 حروف صحيح. فلو إجينا بدنا نترجم كلمة أم ما بتكلف شيء أمام كلمة مذر فعلاً أبدأ. عندكم كمقارنة قال له إحنا العكس لغتنا لغة الإيجاز ليس الإطلاق والاختصار ولا تطنب إلا عند الضرورة ما شاء الله على عكس اللغات الثانية ولغتنا فيها البلاغة فيها البلاغة ما يستطيع أن بكلمة واحدة أو كلمتين أن يوصل لك رسالة ويعني أنا بصراحة قرأت كثير عن عجائب اللغة تصوري واصل ابن عطاء بلقي كلمة أو بلقي خطبة كاملة من 22 سطر أو 23 سطر لا يوجد فيها حرف راء واحد أنا أتحدى كل خطباء العالم لأنه كان يلدغ ويتمسخرون عليه عندما يقف خطيبا بحرف الراء نعم فعندما يلدغ
كانوا يضحكون، فكتب خطبة كاملة لا يوجد فيها حرف راء واحد. أبدع أبدا. وأدت المع ومن الخطابة الراقية، مش خطابة متدنية. نعم، وصلت المفهوم. وأنا أذكر لك، معلش إذا الوقت بسمح، أذكر لك كمان أبيات شعر تقرأيها من اليمين لليسار مدح، وإذا عكست حروفها تتحول إلى هجاء. يلا يعني ما بعرف إذا تحب نسمعها. يا ريت، لأنه هي شوية يعني هي هاي المواضيع. حلو، يوم نسعد مع أحد بنعطي البيت ونحن نمدح فيه، يوم بنذم بنعطي ذم. يعني لا، هو إذا بتقرأها بالجميل يسار كل مدح، وإذا قرأها بالعكس أو طلب يعني ممكن إحنا نرسلها حق الشخص هذا وهو على كيفه. يا يعني يقرأها. لا واحد كان دارش لا بطلع كان هي موجودة يعني. نعم. حتى صار مو سهل. يعني في مرة أخرى إن شاء الله بطرش لك. نعم. أستاذ أحمد، نحن بس طالعين بريك وبنرجع نكمل معك إن شاء الله. مشاهدينا بريك وراجعين لكم. مشاهدينا راجعين لكم وبنتكلم عن أهمية اللغة العربية مع الأستاذ السيد أحمد الخطيب، بروفيسور في اللغة العربية. مرحبا بك مرة ثانية. الله يبارك فيك. الله يسلمك مرة ثانية. طبعا احنا قبل ما نطلع بريك كنت مجهز لنا بيت شعر فيه. اي والله، بيتين شعر مدح وفي يعني. ايوه، هذا من عجائب اللغة العربية يعني. نعم. هذا بعض عجائب يعني، هو طبعا اللي بيحب يبحث موجود كثير. نعم. من هذا الكلام هو بيقول: باهي المراحم لابس كرما قدير مسندي، باب لكل مؤمل غنم لعمرك مرفدي. هذا المدح. المدح هذا اذا بقلب الابيات والله زين كان مكتوب قدامنا يعني. يا ريت، انا اتمنى. دنس مريد قامر كسب المحارم لا يهاب، دفر مكر معلم نفل مؤمل كل باب. هذا مسحه أنا أذكر يعني بهذا المجال كمان امرؤ القيس، اللهم صل على سيدنا محمد، الحمداني، أبو فراس الحمداني، عندما اعتقل كتب بيتين شعر لسيف الدولة، في الظاهر من اليمين اليسار هو سلام وكلام ومحبة ومدح، من إذا عكسهم الأبيات بيبين انه هو وين موقعه بحصن خرشنه حتى يحرره من ذلك المكان. نعم. كلام سري. نعم، شفره نقول. وكيف عرف سيف الدوله؟ عرف من ركاكه الابيات. نعم. قال هذا ليس شعر سيف الدوله، اذا اقلبوا الحروف. عندما قال له انا ابن عمك كذا في خصن خرشنه ارجو ان تحررني من الروم في ذلك الوقت. هذا ذكاء. اكيد. ما في لغة في العالم تستطيع أن تفعل ما فعلته اللغة العربية. اللغة أنا قلت لك مرنة. نعم. والذي يشتكي من قلة الكلمات هو مخطئ. إذا فليقرأوا كتاب الخصائص لابن جني، وليقرأوا كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي. نعم. يعني إحنا عندما نقول ترادفات، ليس ترادفات كلمات محشوة حشو. صحيح. كل كلمة لها معنى. أكيد. يعني شوفي طش وش رش رزاز، هذا تسلسل المطر. اقرأ. نحن نقول لطلابنا الأكارم، نقول لأهلنا الأكارم، نقول لكل من يسمعنا في هذه الجلسة الطيبة. نعم. اقرأوا، نحن أمة اقرأ. نعم صحيح. إذا تكلمنا عن التحديات اللي تواجهها اللغة العربية حاليا، والله هي تحديات ليست جديدة. صحيح، بس بزيادة الحين تفاقمت. نعم أكيد، تفاقمت بوجود شبكات التواصل. نعم. وأصبح الأمي سيدا والسيد أصبح أمي. اشرحها. رح أشرح لك إياها بالضبط. نحن تصلنا رسائل حتى من مؤسسات لا نريد أن نذكرها. نعم. في بالسطر الواحد أكثر من 10 أخطاء، سواء كان أخطاء إملائية أو نحو. حتى لافتات أحيانا. حتى لافتات، حتى لوحات. نعم. لوحات محلات تقرأي. صحيح. لوحات والله رز أفغاني أبصر شو بعبارات يعني ما غير مركبة تركيب، يعني المصطلح العربي بريء منهم. صحيح.
هاي ناحية. الناحية الثانية بدأت بصراحة من منذ الغزو الفرنسي للوطن العربي وخاصة الجزائر وتونس، تعرضوا لهجمة شرسة بتحويل العرب إلى فرنسا وسموها الفرنسي، أي قلب الثقافة، لأنه اللغة هي وعاء الثقافة. صحيح. أنت إذا بدك تقضي على حضارة أمة اقضي على لغتهم. أكيد. ولذلك حاول الفرنسيون وحاول بعدهم الإنجليز ويحاول الصهاينة الآن في فلسطين على أن يطمسوا تاريخ اللغة العربية. لا يستطيعوا. أنا قلت السبب عارفوا ليش، ما بيقدروا، لكن تضعف اللغة العربية كائن حي. صحيح. كائن حي نتيجة الهجمات، هجمات شرسة عليها. ولكن سبحان الله، الله حافظها، حافظ القرآن الكريم. وربنا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئتم بمثله مددا. هذا الكلام عن اللغة العربية. نعم. يعني معناها إذا ربنا يستطيع، لو جاب سبع أبحر من وراه سبع مثلا غابات من الشجر ويسوى أقلام ويكتبوا كلام، ما تنتهي كلام ربنا. معنى ذلك هاي مدح للغة العربية، هذا كلام مدح للغة العربية، أنه ربنا اختارها لتكون تحدي. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لماذا القرآن لا يزور؟ التاريخ زور، الحقائق زورت، المصائب في الوطن العربي كلها تزور، لماذا القرآن لا يزور؟ هم يعرفون، أعداء اللغة العربية يعرفون، سلام موسى ولطف محمود ومحمود تيمور وغيرهم، من قال سكن تسلم، سكن تسلم، معنى سكن تسلم أنت سكني أواخر الكلمات. نعم. تسلمي من الوقوع في الخطأ. في الخطأ. نعم. وهذا التسكين هو كان بداية التحدي لتحويل اللغة العربية إلى لغة عامية. طبعا حجتهم أنه يسهل التواصل، وهذا الكلام ليس صحيحا. من قال؟ والله طلاب من المغرب العربي إذا أرادوا أن يتحدثوا مع بعضهم لا يستطيعون التفاهم إلا باللغة الفرنسية، وعندما كنا نتخاطب معهم نتخاطب معهم باللغة الفصحى. إذا اللغة الفصحى هي الأساس. نعم. يعني حاولوا الأعداء. والآن كما تفضلتي أنت من قبل انتشرت يعني أمراض. حتى الكتابة كتابة اللغة العربية قامت الكلمات تكتب باللغة الإنجليزية. أيوة، كلمات وتنطق باللفظ العربي. نعم. طيب أنا أقول لهم راقبوا رجلا أجنبيا يتكلم اللغة العربية، راقبوه من أول ما يتكلم بتعرفي أنه هو بصعوبة بالغة ينطق حروف اللغة العربية. نعم. لكن لو عكسنا الآية وجاء إنسان يتكلم عربي يتكلم اللغة الإنجليزية لا تعرف أنه يتكلم لغة جديدة. نعم. السبب هن بيعرفوا السبب، هن قوة اللغة. إحنا اسمها لغة الضاد. نعم. هذا الضاد حرف غير موجود إلا في اللغة العربية. مو بس الضاد، الضاد والطاء والعين والغين والحاء غير موجود بالحروف باللغات الثانيه، بس احنا مشهور عندنا حرف الضاد. نعم. اما انظري اليهم وهم يرفضون حرف الحاء، بيرفضوها، وحرف الضاد دال، وهكذا لا يستطيع، لانه ما تعود منذ الولاده على مخارج الحروف اللغه العربيه، لانه هذه ليست سهله. ويكون قد تعلم اللغة العربية وقواعدها وعاش في منهم عاشوا في الوطن العربي سنين. نعم. ومع ذلك لا يستطيع أن يتقن اللغة العربية. نعم. وهذا سر اللغة العربية. طيب المسؤولية تقع على من؟ والله على المدرس، على العائلة، يعني على من؟ والله المسؤولية أختي تقع على الجميع. والله أنا أقول أول ما تقع على الأسرة. عندما يسمعون ابنهم يتكلم بلغة غير سلمة يجب أن يصوبوا له. هم يتفاخرون بما أنه يعني القرآن، يعني اللي تعلم في الكتاتيب. نعم. اسألي أبائنا وأجدادنا في الإمارات أين تعلموا في الكتاتيب، مطاوعة مطاوعة. إيه؟ صح.
وكانوا يلفظون الحروف لفظا سليما صحيحا. صحيح. انظر الآن إلى طلابنا في هذا العصر، ليقف أحدهم ويلقي كلمة لمدة 5 دقائق واحصري له كم من الأخطاء في مخارج الحروف. أنا أحب أركز على مخارج الحروف لأنها تعطي لربما حصص اللغة العربية كذلك ليست وتقليص وهذا ليست نعم. تم تقليص ليست مثل أكثر السابق يعني أي 5% تقلصت نعم. اللغة العربية بصراحة يعني للأسف من جديد يعني أنا صرت ألحظ أنه المناهج فيها جدية شوي نعم في كأنه استدركوا الموضوع يعني لاحظي الطلاب في موضوع النحو بشكل عام أنا لا أقول نسب أقول بشكل عام هناك في ضعف في مادة الإعراب النحو نعم وفي سبب السبب أنه يعني كثير من طلابنا لا يفرقون بين علم النحو وعلم الصرف يعني في علوم للغة العربية كثير منا ما بيعرفها نعم يعني اللغة العربية علم النحو علم الصرف علم البلاغة علم الصوتيات علم العروض نعم. علوم متنوعة نعم الله يعطيك العافية السيد أحمد الخطيب بروفيسور في اللغة العربية شكرا على تواجدك اليوم معانا برنامجنا ونورتنا الله يبارك فيك والله منورة بوجودكم وأنا بشكر جميع يعني مشرفين وعاملين ومذيعين في هذه القناة يعني صراحة الكريمة وهي نعتبرها نحن قناتنا ونتمنى أنه كمان نلتقي يعني بكم مرة ثانية بإذن الله إن شاء الله نتشرف فيكم إن شاء الله نشكرك مرة ثانية سيد أحمد الخطيب بروفيسور في اللغة العربية شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج الله يبارك الله يعطيك مشاهدينا احتفلت الهيئة الاتحادية الكهربائية الكهرباء والماء فيو بالإنجازات وبإنجازات موظفيها المتميزين في حفل جائزة أوسمة التميز الوظيفي الدورة 5 حيث أقيم الاحتفال تحت رعاية وحضور معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة المسؤولين والموظفين الحكوميين المزيد من التفاصيل نتابع معا هذا التقرير العدد يزيد كل سنة لأن الموظفين يحسون أن هذه الجائزة يعني جائزة عادلة أول شيء من ناحية التقييم عندنا تقييم عندنا مقيمين عالميين ومقيمين يعني مستقلين مش موظفين عندنا في الهيئة كما أننا ندرب الموظفين اللي عندنا فهناك ثقة أن هذه الجائزة عادلة أول شيء الشغلة الثانية أن هذه الجائزة تمكنهم من التطور الوظيفي يتعودون على المنافسة ويستطيعون بعد المنافسة المحلية أن يتنافسون على مستوى دولة الإمارات جائزة سمو الشيخ محمد جوائز اللي حصدت الوزارة محليا ودوليا كانت نتيجة لنجاح الجائزة هذه فالجائزة خلت عندنا الموظفين يرتقون في أدائهم للمستوى العالمي ويعرفون البنش ماركس أنهم يعني يعملون بنش مارك أو مقارنات بينهم وبين زملائهم ونظرائهم على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى الهيئة فهذا معناه أنك تقدر ترتقي بالأداء هذا نتج عن أن مثلا في الكاستمر سيرفيس أو مراكز إسعاد المتعاملين حصدنا واحد من مراكزنا حصل على 5 نجوم من أصل 7 مراكز على مستوى دولة الإمارات وحصدنا 21 مركز على من 4 نجوم فئة 4 نجوم يعني كل المراكز اللي شاركنا فيها حصلت إما على 4 نجوم أو 5 نجوم وهذا في حد ذاته ارتقاء بمستوى الأداء ارتقاء بالخدمات الجائزة هذه ساهمت كثيرا في التحول اللي صار في الهيئة ونحن إن شاء الله نعول على الجائزة أنها في المستقبل سوف تنقلنا إلى جوائز أكثر وجوائز عالمية أكثر جائزة أوسمة التميز الوظيفي تم إطلاقها في عام 2014 واليوم نحن نحتفل بمرور 5 سنوات على إطلاقها الجائزة في كل سنة يصير عليها تطوير وبما يتواءم مع
المعايير الموجودة أو المعتمدة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز. السنة هذه كان عندنا ست معايير. المعايير هي عبارة عن الإنجازات والإدراك المستقبلي، التفكير الابتكاري، التعلم والفكر المتجدد، الوعي الريادي، الشخصية الإيجابية والمهارات الإشرافية. فئات الجائزة تقريبا عندنا 11 فئة، فيها مثلا الإشرافي، مدير مركز سعادة المتعاملين، الموظف المتميز في مجال الوظائف المتخصصة، الموظف الميداني المتميز، الموظف الهندسي المتميز، الموظف الفني أو التقني المتميز. في عندنا كانت فئة جديدة السنة هذه اللي هي فئة الشباب، فئة طبعا الموظف المتميز في المجال الإداري، وفي الموظف المبتكر، وفي موظف سعادة المتعاملين، وعندنا الموظف المتميز الجديد. شروط الجائزة طبعا لازم يكون هو موظف الهيئة الاتحادية صار لأكمل سنتين في الخدمة، باستثناء طبعا فئة الموظف الجديد اللي هي تتراوح بين 6 شهور، لازم على الأقل 6 شهور إلى سنتين. طبعا لازم يكون ملفه خالي من المخالفات أو العقوبات، يكون تقييم أداء مثلا جيد جدا أو هذا. هذه الشروط اللي نحن نعتمدها بالنسبة للشخص اللي هو ممكن يتقدم للجائزة. ومن اللغة العربية للرياضة، نظم مجلس دبي الرياضي أطول ماراثون صحراوي في العالم، إلترا ماراثون المرموم، في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الحالي في منطقة محمية المرموم في دبي، وتبلغ مسافة السباق 270 كيلومتر داخل الصحراء بمشاركة 400 عداء من نحو العالم، من نجوم العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 80,000 دولار. مشاهدينا اسمحوا لنا بأن نرحب عبر الهاتف الأستاذ علي المهيري، عداء إماراتي ومشارك في الألترا ماراثون. مرحبا بك أستاذ، نقول مدرب ونقول فارس ونقول عداء. الله يرحب بالعبارة، مشكورين على استضافة في هذا البرنامج الشيق. واجب علينا. الله يطول عمرك. في بداية حديثي أحب أني أحط نبذة قليلة متواضعة في البرنامج عن الكاراثون. نعم. لو تسمحون لي. تفضل أستاذي. في بداية حديثي أتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إقامة هذا الحدث العالمي الأقوى وأكبر وأطول وأغلى كاراثون في العالم. نعم. مكون من 5 مراحل، اليوم الأول كان 50 كيلو، واليوم الثاني كان 70، واليوم الثالث ويلتحق باليوم الرابع اللي هو 100 كيلو، واليوم الأخير كان 50 كيلو، ويستضيف عدائين عالميين من كل دول العالم. نعم. وتشرفت بتمثيل دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي، وتمكنت من إكمال السباق اليوم الأول والثاني. كانت تجربة مثيرة لي. نعم. في أجمل وأحلى مكان في قلبي، صحراء بلادي، مكان ميلادي. الله يعطيك العافيه. مشكورين. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه استاذ علي. اذا تكلمنا عن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالرياضه ككل، ما شاء الله نشوفه اذا في رياضه القدره موجود، في الهجن موجود، في السباقات الاخرى موجود. خلينا نتكلم عن هذه الشخصيه الجميله. الله يطول عمره. نحن طال عمرك لو نتكلم عن شخصيه. نعم. سيدي الشيخ محمد ما نوفيه في كل المجالات. صحيح. الله يطول عمره في جميع الرياضات العالميه اللي جابها إلى دبي أو الإمارات. دائما نخبنا وحلمنا علمنا على الرغم واحد. نعم. دائما في كل المجالات. أكيد. ويابلنا الناس من كل العالم، من ناحية اللي هم الماراثون، واللي طال عمرك في كاس سيدي الشيخ محمد الحين جاي على بعد 2 أسبوع بيجينا إن شاء الله، وعشرة أيام وقل من 10 أيام، جايبين من كل فئات العالم يعني للمشاركة في كأس سيدي الشيخ محمد، من أمريكا وأستراليا وإنجلترا، يعني من كل المناطق، كله على نفقة سموه الله يطول عمره. ليش؟ نعم. عشان يجيب الناس هنا لنا جاهزين. صحيح. ونتعلم منهم. نعم. مثل بعد أنا في التاراثون هذا يوم اشتركت فيه لقيت عدائين يعني عالميين، تعرفت عليهم من جهات أخرى وتعلمت منهم أشياء كثيرة. نعم. يعني أنا ما كانت عندي خلفية، يعني أول مرة في حياتي أشترك في مثل الله. هذا في نعم في مثل هذا السباق، بس الله يطول عمري حثنا على هالشيء. يعني نحن من كثر الحماس أن نحن نكون في مقدمة المشاركين والتواجد تمثيل الدولة، الله يطول عمري حقي أنا هالشيء. أنا صراحة
ما كنت جاهز حق هذا الشيء. انا عمري مسافه اطول مسافه سويت تمرين يعني في الرمله نعم. كانت 20 كيلو، فمن كثر الحماس انا سويت اول يوم 50 نعم. وثاني يوم 70 كيلو، يعني تمكنت من اني اخلص اليومين ان محسوبات علي في ريكوردي الحين، بس نعم. انا ما قدرت اكمل السباق للاخر، بس نحسب لي ال 120 كيلو هذه اللي قطعتهم نعم. لاني انا تمكنت الحمد لله بتشجيع سمو سيد صحيح. الشيخ محمد الله يطول عمره وتواجده معاي في المراحل. نعم رايناه في في كذا مرحله يتابعك في هذا السباق. الله يطول عمره جاني نعم، وما قصر يعني من تشجيع، واعطانا بعض الارشادات والفيتامينات اللي عند الله يطول عمره نعم. وشلتنا يعني شجعتنا ان ساعدتنا ان نخلص اخر يوم 70 كيلو. الله يطول عمره ما قصر الله يسلمه. الله يعطيك العافيه. كونك مدرب وفارس، ما الذي اضافه لك وجودك في هذا الماراثون؟ والله اضاف لي اشياء كثيره مثل ما قلت لك نعم. تعلمنا من الناس الجدد، تعلمنا عالم ثاني عن الماراثون. كان احنا كنا بس في حلقه الماراثون ما طلعنا برا، واول مره يعني اطلع فيها يعني اخذت فرصه نعم. ان ناس عالميين جايين من كل بقاع العالم موجودين في دبي نعم. وعندنا في منطقتنا، عندنا في نفس المكان اللي نحن نداوم فيه ونكون متواجدين فيه صحيح. وفي البقاع حول البحيرات اللي قامنا سيدي الشيخ محمد على نعم. ان الحيوانات يشربن منها البرية نعم. وياكل منها نعم, نعم. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. أكيد هناك صعوبات واجهتكم في خلال هذا السباق، خلينا نتكلم عن هذه الصعوبات. نعم الصعوبات اللي صدق يعني كانت صعبة جدا نعم. اللي هي أنك أنت شال وياك كل أكلك. أي معتمد على نفسك. نعم شال أكلك كامل معه من الماي والأكل، وبعدين الأكل مو مكبوس وبرياني وهالأشياء، لا. يعطونك فيتامين تشلي وياك باسكوت يعني مثل السنيكر والحلوات هاي والجل ما جل وهالاشياء تاخذها معاك نعم. وماي والكترولايت نعم شلني في ظهرك. بعد كل 13 كيلو عندك وقفه 10 دقائق يكون ناس موجودين يسجلون رقمك نعم، واذا تبغى ماي بس تضيف ماي ما عندهم اضافات ثانيه، باقي الاكل والشرب على طول اليوم عندك، غداك وعشاك وريوقك واكلك كله وياك، وهذا نعم. عباره عن الفيتامينات يعطونك اياهن اللي هن السلايد هذا نعم، والفيتامين البارد يسمونهم، والالكترولايت وياك يعني نعم. اكلك وشربك انت ان شاء الله لنا وروحك ايه، ومن هالشيء نعم. هذا الشيء. الشيء الثاني تطلع مطالع العراقيب يحطون لك مثل التتبع، لازم كل نقطه تطوف عليه الاسكان، يسوي لك سكان في فريلك نفس الجهاز نعم. يطوف على الاسكان كل مرحله تطوفها، كل 5 كيلو تطوف على الاسكان، والاسكان هذا محطوط في راس عرقوب، لازم تطلع طلعه طويله وتطوف على الاسكان ما بين علمين حاطينه نعم. هذا شيء. الشيء الثاني جهاز التتبع دقيق جدا، اذا ما شاف ريولك يدقن على الارض بثقله يعني تقريبا 20 كيلو او 50 كيلو على الارض نعم، بدا يعطي انذار حق اللي هم المحكمين نعم. ان هذا الشخص تعبان لا ما مشى، يعني اذا انت مثلا استغليت سياره او انت وقفت او نعم. انه ما شافوا خطواتك يرسمن على الجهاز قدامهم، ياخذون اكشن يجونك وين انت موجود، لان في عندهم نفس الجهاز يوصلهم نعم، نفس الجارمن نعم. فيوصلونك هم، فكان صعوبه هالشيء انك انت ما تقدر تاخذ راحه، بعدين اذا وقفت اكثر عن 6 دقائق يعتبرونك انك انت اغمى عليك او شيء، فياخذون اكشن امرجنسي نعم. فهم حاطين ما بين ال 15 دقيقه يكون المسعف عندك نعم. خلينا نتكلم عن مشاركة النساء والرجال في هذا السباق، ما شاء الله النساء في كل مكان. نعم بعد الشيء هذا حث عليه السيد رئيس الدولة في آخر قرار الله يطول عمره أصدره أن الاهتمام بالنساء اللي هن
موجودات انه يدخلن في كل المجالات. وفي الماراثون كان لهن مثل ما تقول تواجد. نعم. وكان لهن سباق انه في سيده كانت الاولى على المغربيه تكون؟ نعم. ما اذكر مغربيه او امريكيه كانت. نعم. ما تحضرني بس اعتقد انها كانت امريكيه. نعم. وكانت واحده بعد متواجده تونسيه. نعم. انا كنت معاها التونسيه اول يوم بس اليوم الثاني ما شاء الله روحت عني ما اقدر الصراحه اقول لك تكون اول تجربه معاك يعني هذه بعد فيها انجاز. نعم الحمد لله كانت ترى يعني شو اللي حمست في الاشياء هذه الجديده. نعم. اللي تجينا في دبي. صحيح. الله يطول عمره يبقى ناس تشارك عشان. صحيح. تتعلم وهذا اللي حفزني وحمسني اني ادخل الله يطول عمره تشجيع للشباب والمشاركين. نعم. كل الناس اللي اسالهم المشاركين معايا اللي اقول له انت وين شاركت؟ يقول لي والله انا توني مخلص 200 كيلو في مثلا. صحيح. في مكان في اوروبا او يقول لي واحد مسوين في عمان تاراثون. نعم. 150 كيلو. نعم. توني انا مخلص. هذاك يقول لي والله انا اشترك من 10 سنوات. نعم. ويوم اسلم عن اعماره ما انت كم عمرك؟ اللي يقول لي 34 اللي يقول لي ما ادري 35 ويوم يسالوني انا يتحسبوني يوم اقول لهم ما اشتركت اي مكان انصدم. وات يو جوكينج؟ صحيح. قلت له يا ابوي هذا الصدق انا لا اشتركت مكان. قال انت كم عمرك؟ قلت والله انا هام والدي عمرك. قال لا يا ابوي ما يصير انت كيف اشتركتني؟ فالعالم كانت مصدمه. نعم. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يذكرك. استاذ علي خلينا نتكلم عن تعليقك على الاداء المغربي راشد المغربي رشيد المرباطي خاصه بعد ان حصل على المركز الاول مجددا بعد حصوله عليه في ماراثون عمان الصحراوي. نعم والله كان اول شيء اهني. نعم. عربي منا وفينا ويستاهل. نعم. وانسان انا شفته مجتهد وبعدين حجمه كان يساعده ووزنه كان يساعده. صحيح. وريال عنده خبره ومركز على عنده سبونسر يعني انه يساعده. صحيح. انه مركز على الرياضه هاي. بعدين كان متواجد معاه الكابتن يوجهه ويخبره. نحن يمكن انا اخطات ما اخذت توجيهات او اني ما تعلمت من اي حد ما اخذت توجيهات فكنت متصور الموضوع سهل يعني. نعم. بس لا الموضوع صعب يحتاج ما شاء الله لك عوايد اخرى في الفروسيه. الله يسلمك. نعم الفروسيه في دمنا. نعم. غرزها سيد الشيخ محمد الله يطول عمره ونحن الفروسيه ما نتركها لين الله ياخذ اجلنا. الله يحفظك يا رب طول العمر يا الاستاذ علي المهيري احد العدائين الاماراتيين المشاركين في الترا ماراثون. شكرا على هذه المداخله الجميله. مشكورين على الاستضافه الله يطول عمرك وتوضيح الامور مثل هاي واجب علينا والشكر الجزيل للقناه ولكم والموجودين كلهم. مو عليك سواد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا مرحبا. الله يحفظكم. يا مع السلامه. مشاهدينا اكيد مكملين معكم فقراتنا لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. ريشة وألوان هم مداد الفنان ليعبر عن مكنون النفس وما يدور في خلده من أفكار. لوحات تصنع من الأحداث قصصا وهو أحد الفنون التي تحتاج إلى ذائقة فنية وفهم لقراءة لوحاته ومجسماته. الحديث أكثر عن هذا الموضوع خلونا نرحب بالفنان التشكيلي جعفر الطاعون في برنامجنا 7 على 7. مرحبا بك أستاذ نورت البرنامج. أهلا بك. الله يعطيك العافية على الاستضافة. واجب علينا. جدا سعيد بزيارتي الأولى لدولة الإمارات العربية. بما أن هي زيارتك الأولى خلينا نسألك عن هالزيارة. نعم. وجودك في هالإمارات شو اللي تشوفه؟ أو شو اللي شفته؟ الحقيقة لحد الآن ما شفت كثير. نعم. بس شيء أول ما نزلت من المطار يعني اللي تفاجأت فيه هو طبعا التطور الحضاري. نعم. والبناء المعماري. نعم. المتميز واللي هي طبعا دبي أصبحت أو الإمارات أصبحت مشهورة من خلاله يعني. نعم. عندي صورة مسبقة كانت كنت أسمعها من أهلي اللي. نعم. زاروا الإمارات. نعم.
سابقا، وعندي صور أيضا من السويديين أصدقائي اللي موجودين وأتعامل وياهم يوميا منذ وصولي للسويد 1994 لحد الآن، أسمع عنهم عن زياراتهم وعن بس شفت الواقع مختلف وجميل جدا جميل. وأنا كلش كلش يعني يعجبني أشوف أكثر حقيقة، وخاصة في مجال تقنيات الفن وتفاصيل اللي وصلت لها يعني الفنية، المشاريع الفنية، التماثيل، وأنا نعتبرها بلاد العجائب، كأنها بلاد العجائب، أليس في بلاد العجائب يعني تدخل وتكتشف هذه المعالم والجمال بهذه الدولة. الحقيقة هي يعني أشبه مدينة أشبه بالحلم. نعم. نقدر نقول. نعم. عليها. الله يعطيك العافية. بداية خلينا نتكلم عن الفن التشكيلي وبدايتك في السويد. نعم. بداياتك في السويد. في بدايتي 1993 وصلت للسويد. وأنا خريج طبعاً معهد الفنون الجميلة قسم الجرافيك. نعم. مجال تخصصي في الطباعة اليدوية، ولكن بعد وصولي للسويد انفتحت آفاق جديدة للعمل على مناطق أخرى في مجال التشكيل، وبالإضافة لهذا وجدت فرص كبيرة لتطوير قدراتي في الفن الاجتماعي اللي أنا كان يعني جزء من طموحي إنه أقدم أشياء مع الناس والجمهور. فهذه البداية كانت مع الأطفال في أعمال تشكيلية تقدم في أماكن غير معلنة مسبقا، في أماكن مفاجئة للجمهور، أماكن عامة، وأيضا بقاعات أخرى وهكذا. نعم. فالبداية كانت مشاريع ضخمة كبيرة، ولكنها ليس اعتيادية، يعني مو من الطبيعي أن واحد يقدم عمل مشارك به 700 طفل مثلا. نعم. هذه واحد من الأعمال اللي قدمتها بالبداية بال 94 و 95. نعم. أعداد هائلة من الأطفال ساهموا في بناء أعمال تركيبية قدمت للجمهور، ومن خلالها بدأت هذه الأعمال تأخذ طابع تنتشر في المدينة، في داخل المدينة وأيضا خارج مدينة مالمو الجنوبية. وهذا شجعني أكثر وأكثر، وبالإضافة لهذا دعم المؤسسات الثقافية لهكذا مشاريع اجتماعية فنية أيضا شجعني، وشجع مؤسستي حتى يعني اللي أعمل بيها منذ ذاك الوقت. نعم. 94 لحد الآن. صحيح. وهذه المشاريع أصبحت جزء من تقليد سنوي تقريبا. نعم. يمارس في المدينة. هناك مهرجان مالمو الثقافي السنوي يقدم في وسط المدينة. نعم. يعني لمدة أسبوع كامل تقدم فيه كل أنواع الثقافة، هو مهرجان ثقافي كبير. نعم. يعني من ضمنها الفرق العالمية الموسيقية وفعاليات أخرى. أنا في مجال التشكيل والتركيب تقريبا عودت الجمهور أنه كل سنة أجي في عمل. نعم. مختلف عن الآخر. جميل. نعم. خلينا نتكلم عن تجربتك مع الفن التركيبي. هو الفن التركيبي واحد من الفنون ليس الحديثة جدا، وإنما فن قديم، ولكن الحاجة الاجتماعية تتطلب أن يرجع من الستينات بدأت تجارب الفن التركيبي تخرج للساحة، والأسباب كانت طبعا الركود الثقافي ومحاولة تأجيج أو يعني تقديم فنون تقرب الفن للجمهور. نعم. خارج القاعات العادية. هذه مباشرة أمام مباشرة الجمهور. مع اللي صار الحدث من التسعينات لحد الآن، أنه أنا حاولت أقدم ليس فقط رؤيتي الثقافية أو رؤيتي التشكيلية، وإنما حاولت أدخل الجمهور في صناعة هذه الرؤية. يعني أغلب المشاريع اللي قدمتها تعتمد على مشاركة الناس، ورش يعني مثل ورش عمل وركشوب في على ثيمات مختلفة. نعم. نشوف معك هذه
نعم، بالإضافة إلى عملي كفنان تشكيلي يعني تقديمي لأعمالي الشخصية في مرسمي، قمت ب وهذا واحد من الأعمال اللي شوفي العشاشة الآن، يعني عمل قديم جدا ومساحته كبيرة، قدمته في مدينة هلسنبوري السويدية. وهكذا بدأت الرحلة. وهي مستمرة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أستاذ جعفر، نحن نشوف معك كتيب أو كتاب ما شاء الله، أنا نشوف كأنه جامع فيه جميع لوحاتك. نعم، خلنا نتكلم عن إخراج هذا الكتاب بعد. نعم، هذه يعني هي مجموعة من الـ هذا ممكن تتصفحها عشان تشوف. نعم، هذا الكتالوج هو جزء من يعني هي محاولة تقديم تجربتي في مجال هذه لهذه السنين الطويلة طبعا. هي نماذج من الأعمال اللي قدمتها. نتصفحها معك. نعم. أعمال قديمة من 2003. وتستمر حكاية هذه المشاريع التي هي هنا تشوفين يعني في مكان ملعب كرة قدم تحول إلى متحف. بس نلف شوية شيء استاذي عشان تشوف. نعم نعم. هذه 2003. نعم. بعد استمريت في تقديم مشاريعي في أماكن. تفاعل كبير ما بين الجمهور يعني. نعم، هو هذا يعني الفن التركيبي أو الفن المجتمعي. نعم. اللي يتحدث عنه يعتمد بالدرجة الأولى على إدخال الجمهور في عملية الإنتاج الفني. جميل. فبدل ما يكون المتلقي هو متلقي مجرد مشاهد للعمل، هو يصير مشارك. أكيد. وهذه الصفة الجميلة تنتج عنها لقاءات اجتماعية. أكيد. مواهب بعد. ومواهب. نعم. أكيد، وذكريات وإلى آخره. فهذه يعني قسم من الأعمال القديمة من 2004. ما شاء الله. اللي حدث في بعد هذه مثلا هذا المشروع أو قسم من المشاريع أنه انتقلت إلى مدن أخرى ودول أخرى. طيب، ما الذي يميز هذا الفن عن غيره من الفنون، الفن التركيبي؟ الفن التركيبي أو الفن الاجتماعي. نعم. هو يعني قلت لك حاجة الإنسان، حاجة المجتمع لتلاقي الالتقاء حول مسألة مهمة، وهي مواضيع مهمة، أسئلة مفتوحة تطرح للمشاركين للتفاعل معها، مما ينتج عنها نتائج فني إبداعي. الغرض من عندها هو ليس جمالي فقط، وإنما مثل ما قلت أنه أحيانا نطرح أسئلة تجعلنا نفكر بما يحدث من حولنا، يعني أسئلة عن الحرية، أسئلة عن الذاكرة، أسئلة عن ربما في بعض الأحيان نتحدث عن يعني قلت تعالج قضية. تعالج قضية. نعم. ومثلا فكرة الخوف اشتغلنا عليها في مشروع كبير، الغلاف أعتقد هذا هو غلاف اختاريته للمجموعة هذه للكتالوج. رفعنا أسئلة حول موضوع الخوف والجرأة. في دلالات أخرى يعني على هذه الصورة. نعم. نعم. هذه في هذا العمل شارك 700 تقريبا 700 نحات أو إنسان. نعم. في صناعة هذه العمل التركيبي الكبير، في صناعة تماثيل من الجبس. نعم. لها علاقة بأسئلتنا حول الخوف والجرأة. فالأسئلة اللي رفعناها تحاكي هذه الجهتين اللي عندنا عند كل إنسان. فربما أحيانا يعني واحد سؤال بسيط، هل مثلا نرفع سؤال، هل كنت جريئا؟ هل تذكر لحظة من اللحظات كنت جريئا بها وقمت بشيء غير مألوف؟ غير مألوف، وغير يعني مثلا رفعت صعدت إلى مكان عالي جدا. نعم. جربت أو تجربة أو مغامرة. أو نعم. طبعا أو مغامرة. هذا التساؤل ربما المشاهد أو المشارك يأتي بأشياء بسيطة جدا. نعم. دخلت في غرفة مظلمة، هذه جرأة. صحيح.
بس أيضا مرتبطة بالخوف، هل كنت خائفا وهكذا. من هذه المواضيع والأسئلة المفتوحة نحاول احنا نقدم نتوصل إلى يعني حلول أعمال بالضبط. أول شيء حوار وبعدين نقدم عمل تشكيلي، يعني ما يعني إذا عندك صرخة في داخلك هل تستطيع أن تعمل منها تمثالا؟ صحيح، كيف يكون هذا التمثال وهكذا. يعني الفن مش مجرد فقط ألوان وريشة، وإنما هي رسالة. هي رسالة وهي فيها أبعاد مثل ما قلت. لها علاقة في حياة الإنسان أكيد. وهذه يمكن صور أيضا مهمة من واحد من المعارض. يعني أغلب الأحيان أنا أستخدم تاريخنا وتراثنا اللي احنا يعني انا بذاكرتي واللي جايبه من مدينتي او من بلدي او من ثقافتي العربيه في اخراجها في اماكن غير اماكنها. مثلا فكره الكله مثلا والاسره اشتغلت عليها ولاقت احسان يعني بإقبال جميل جدا وكتبت عن الصحافه وهكذا. هذه المشاريع الاجتماعيه اللي انا يعني صرت واحد من يعني خلينا نتكلم عن مشروع لوحاتك القادمه. لوحاتي في عندي يعني انا بالاضافه الى شغلي على المشروع التركيبي اعمل دائما على محاوله الموازنه بين ما اعمله مع الناس وما اقدمه لنفسي. فالاعمال التشكيليه عندي مشروع بدات به من اكثر من سنه وأحاول الآن تقديمه. هو مشروع طبعا تشكيلي بحت فيه اللوحة هي العنصر الأساسي في تقديم الثيمة مالتي. الفكرة ثيمة العمل أو المشروع هي بعد هذه رحلة السنين وتجربة الاغتراب عن الأماكن اللي أفتها وتجربة أيضا الشوق للأماكن. جميل. للشجرة للنخلة للنهر هذا الموضوع للأماكن التي تركتها منذ سنين. يعني هذا الموضوع جميل. هو ثيمة العمل القادم الآن. فبي الإنسان هو محور أكيد. أساسي أكيد. وأفكاره وفي يدخل عامل اللون وتقنيات الخط وإلى إضافة إلى مزج بين التجريد والتشخيص في هذه المنطقة. الله يعطيك العافية الأستاذ الفنان تشكيل جعفر الطاعون، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7. شكرا جزيلا. ألف شكر. شكرا. الله يحفظك يا ربي. مشاهدينا ومن الفن إلى الرياضة، ودائما دولة الإمارات تهتم بالجانب الرياضي سواء محليا أو دوليا، حيث تم تدشين استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي ليكون أحدث المنشآت الرياضية بالدولة، ويتميز الملعب الجديد بألوانه الفيروزية الزرقاء وتبلغ طاقتها الاستيعابية 15,000 متفرج، كما يتميز مشاهدينا بأرضية قريبة من المدرجات، بالإضافة إلى أن أعمال توسعة الاستاد شملت كل المرافق الإدارية والعيادة الطبية وصالة الجيم والمركز الإعلامي. المزيد نتابع معا هذا التقرير. استاد آل مكتوم هذا الآن فتحنا اليوم للإعلاميين بشكل كامل. طبعا الاستاد هذا بني من جديد بالكامل، ياخذ 15,000 متفرج، طبعا بالكامل حديث وذكي ويعيد بناءه بشكل كامل. بدأ بناء هذا الاستاد في تاريخ 21، أول حفرة حفرناها تاريخ 21/12 العام، وانتهى الحمد لله في سنة واحدة. فكانت تحدي كبير، لكن الحمد لله فريق العمل اللي موجود قام بعمل جبار وأبطال كانوا صراحة. الاتحاد الآسيوي في كل زيارة له كان يعتمد المراحل كلها، يعني كان معانا خطوة بخطوة.
حتى الملعب والحشيشة طبعا أيضا معتمد من الفيفا. الشركة اللي يبناها أصلا عشان تسوي الملعب هاي شركة معتمدة من قبل الفيفا، فالحمد لله الملعب مثل ما تشوفونه جميل. مشاهدينا، تفرد الخط العربي بجماليته الكتابة العربية عن باقي الخطوط بفضل أشكال المد والاستدارة والتشابك وغيرها من الخصائص. الحديث أكثر عن الموضوع رحبوا معنا بالخطاط رامي غنيم. مرحبا بك، نورت البرنامج. مرحبا بحضرتك، مرحبا بأسرة البرنامج. الله يعطيك العافية. بداية خلينا نتكلم عن أهمية أو عن اليوم العالمي للغة العربية وأهميته. اليوم العالمي للغة العربية طبعا من الجميل جدا إن احنا نحتفل بيوم عالمي للغة العربية. نعم. بعد ضمها من هيئة من الأمم المتحدة من بالنسبة لأنها لغة عالمية. نعم. ويتحدث بها الكثير من البشر والموجودين حاليا، فهي مهمة جدا، فهي لغة القرآن الكريم، ودائما ما نقرأ القرآن في الصلاة وفي كل وقت نقرأه، وبها حفظ الله القرآن الكريم وحفظ به اللغة العربية. نعم. فهي مهمة جدا إن شاء الله. أكيد. خلينا نتكلم عن تطور الخط العربي، مراحل تطور هذا الخط. تطور الخط العربي مر بمراحل كثير جدا. نعم. في من حيث التطور، فبدأ الكتابة بدأت الكتابة بعد نزول الوحي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حث على الكتابة، وقد قال ذكر سيدنا علي بن أبي طالب أنه تعلم الكتابة أو تحسين الكتابة من مفاتيح الرزق، فقد قال حسن الخط من مفاتيح الرزق، وقال أيضا أن الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. أنت سكرت علينا كذي. علي بن أبي طالب. لا أنت سكرت علينا، إحنا نقول يعني خطنا العربي يعني نادر ما نشوف ما شاء الله الخطاطين يعني. الخطاطين موجودين كثير جدا ما شاء الله الأيام. لا بس دخول لغات أخرى، تشوف الحين خاصة إذا كنا نتكلم عن المدارس والطلاب، القليل من يمتلك ذلك الخط الجميل. القليل من يتجه لتعلم. هي موهبة. موهبة فنية أكثر. فالقليل من يتجه لتعلمها. نعم. بسبب انشغال الناس كثيرا هذه الأيام. أو دخول التكنولوجيا كذلك. أو دخول التكنولوجيا طبعا. نعم. بس الخط كفن إسلامي أسرار كتير، وبرضو استمد قوته وجماله من جمال اللغة العربية وجمال معانيها ومفرداتها. نعم. طبعا احنا نستغل تواجدك معانا ونبغاك تكتب لنا عبارة وبنتكلم معك ندردش فيها، يعني تكتب لنا عبارة يعني لو تكتب لنا قناة الفجيرة مطلع الشمس مع الجمال الرسم. حاضر. الله يعطيك العافية. الخط طبعا انواع عديده. نعم. احنا ممكن بنستخدم مثلا لما نستخدم اكثر من نوع في الكتابه اللي احنا بنكتبها بيعطي لمنظر الكتابه نفسها جمال زياده على عن جمالها. نعم. فنكتب. وفي السابق ان احنا اكثر ما كنا يعني نقول يعني اكثر شيء مع الخطاطين اذا كنا بنكتب لوح او حتى واجباتنا وكذي كنا نلجا للخطاطين، اما الان لربما دخلت موضوع الكمبيوتر ونقول نافس قلل من استخدام الخط في الحياة اليومية. نعم. أصبح المهتمين بالخط أو من يكتبون الخط هم فقط القلة الفنانين والذين يقومون بكتابة اللوحات الفنية. نعم. مثلا أو المعارض الفنية والمسابقات الفنية. نعم. أصبحوا قليل، ولكن هم قليل بالنسبة للوجود الخط نفسه في حياة. نعم. الناس جميعا. نعم. إنما هم بالنسبة للفنانين هم موجودين بعدد موجودين. كبير على مستوى الدول جميعا. نعم. نحن نشفع لنفسنا ونقول إذا خطنا سيء نحن أذكياء للأسف يعني. يعني قليل من نقول نفس تماما نفس رشدة اللي يكتبونها الأطباء مش مفهومة. يعني ممكن تصبير بس مجرد صبر على خطهم. لا بس دائما نسمع الدراسات تقول ان اذا الخط شخص خطه يعني سيء وكذي فيبشر انه فعلا ذكي، فاحنا شو اسمه فاحنا مجرد دراسات. يعني قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان. نعم. الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. نعم. احيانا كثيره يضيع الحق بسبب عدم وضوح الكلمه اللي موجوده. صحيح. في الرساله او اختلاف المعنى فيها. واختلاف المعنى طبعا. اكيد. خلينا نتكلم عن قيمه الخط العربي عن باقي الخطوط الاخرى. قيمه الخط العربي تكمن في ارتباطه بالقران الكريم. نعم. او باللغه العربيه عامه. نعم. فتعهد الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم
ومن خلاله برع الخطاطين في تقديم أجمل النماذج وأجمل الخطوط نعم. وتجويدها بسبب حفظ القرآن الكريم وكتابة القرآن الكريم. نعم. أنواع الخط العربي إذا تكلمنا عنه والأقرب لك. أنواع الخط العربي طبعا هي كثيرة، ولكن المشهور منها والمستخدم بشكل مستمر هو أولا خط الثلث، يستخدم في كتابة العناوين واللوحات الكبيرة. نعم. وخط النسخ، خط النسخ طبعا من أهم الخطوط لأنه كتب به القرآن الكريم. نعم. كاملا كتب به القرآن الكريم بسبب صغر حجمه ويعني القدرة على تنويعه في الكتابة. نعم. وبعد كده ممكن يجي خط الرقعة، وهو خط مستخدم ودارج باستمرار أسهل. في أسهل خط. نعم. والخط الديواني كان قديما يعتبر سر من أسرار الدولة، الخط الديواني دوت في الرسائل. نعم. والأوامر الديوانية والملكية والحاجات دي، فكان يعتبر زي رموز. نعم. كان يكتب سابقا مثل الرموز، ولكن الآن طبعا بسبب انتشار الخطوط وانتشار التكنولوجيا وهذه اللوحات. نعم. أصبح ليس رمزا، بس ما شاء الله المساجد ما زالت تحتفظ بهذه الجماليات. طبعا المساجد من أهم الشواهد وتعتبر ممكن نقول عليها لوحات ضخمة. صحيح. تحفظ الخط العربي. نعم. ده خط مثلا نموذج الخط الثلث اللي أنا بكتبه. وفي طبعا هني تكون في حرية للإبداع، حرية كبيرة جدا وحرية للتطور كمان. نعم. يعني الخط العربي ما وصل إلى حد من التطور كبير جدا، ولكن نعم. مازال في طور، يعني مازال يتسع للتطور أكثر. نعم. وهل جميع الحروف نستطيع رسمها أم هناك حروف معينة نقدر نبدع فيها؟ الحروف في منها ما يكتب بالقلم مباشرة، وفي نعم. منها ما يرسم. في حروف ترسم؟ نعم، خلينا نذكر لنا بعض هذه الحروف التي ترسم. في خط النسخ أكثر 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 خط يرسم فيه الحروف خط النسخ. نعم. خط النسخ لا يكتب بمساحة القلم كاملة، ولكن يرسم بعض الحروف منها مثل حرف الميم، هو لا يأخذ حجم القلم كاملا، ولكن يرسم بمثلا مقاس نصف القلم أو ثلثي القلم. يعني يعجبني حرف الهاء، طريقة حرف الهاء. حرف الهاء يرسم برضو في خط النسخ. نعم. بس نكمل ولا نكمل؟ لا عادي، نحن ندردش ونكتب عادي. بحس خط مستمتعين. نعم. كتابة اللوحات تستغرق معك أوقات، يعني وقت كبير، أم تستطيع أن تنتهي من لوحة مثلا؟ أحيانا نقول أنها تكون هبة من الله عز وجل أن يلهمنا اللوحة، ففي منها ما يكتب مثلا وليكن في أسابيع، ومنها ما يكتب في شهور. نعم. على حسب اللوحة وإلهامات من الله عز نعم. وجل. ما شاء الله بعض الرسامين دمجوا بين الخط وبين الرسم. دمج الخط مع الرسم، هذا ما الذي أضاف إلى الخط العربي؟ دمج الخط مع الرسم أضاف نوع جديد من الفنون التشكيلية. نعم. التي مثلا تناسب جميع الأذواق. نعم. فساعدت أيضا على انتشار الخط أسرع وأكثر. نعم. بسبب انضمامه مع الفن التشكيلي، ففي بعض الناس يفضلون الفن التشكيلي فقط. نعم. والبعض الآخر يفضل الخط العربي ويجمع أذواق كثيرة. نعم. إذا الخط العربي مع الأستاذ رامي، هل هو موهبة أم اكتساب؟ الاكتساب. الخط العربي هل هي موهبة معك أم اكتساب؟ هل هناك يعني أشخاص مؤثرين بك في البيئة؟ بالنسبة لي أنا كان في طبعا من عائلتي بعض الفنانين، ولكن ليس بذي شهرة. نعم. بس أنا كنت أحب الأول الرسم والفن التشكيلي. نعم. وعندما اتجهت إلى الخط العربي لم أعد أتتجه للفن التشكيلي ثانية، فالخط العربي ما شاء الله يعني معانا فنان تشكيلي وخط يعني كاملا. الله يعطيك العافية يا رب ويعطيكم إن شاء الله. قناة الفقيرة. نعم. في أيضا أنواع من الخطوط لم تكن أو قاربت على الاندثار والاختفاء. لما؟ ولكن لعدم الاستخدام. لعدم الاستخدام والانتشار ظهرت صعوبتها؟ لا، ليست صعبة، ولكن هي ظهرت في أوقات قديمة، وعدم استخدامها وعدم وجود نماذج كاملة لها.
قللت من انتشارها شوي. نعم. وبعد كده اهتم الآن العاملين على الخط والمهتمين بالخط اهتم على ظهورها الآن كأمثال مثلا خطي خطوط المحقق والريحاني. نعم. وخطي الرقاع والتوقيع. نعم. بدأت في الظهور مرة تانية الآن بسبب مثلا مسابقات أو معارض تدعو لاستخدام هذه الخطوط بالتحديد. نعم. وبدأت في الظهور مرة. نعم. أخرى. الله يعطيك العافية، ما شاء الله عليك مبدع. أنا قاعدة أشوفها على الشاشة هناك، قاعدة أخط. جزاكم الله خير. نعم. هذا خط الثلث. تفضل. وطبعا نقاط التاء لها رسمة معينة وحركة معينة. النقاط تكون في شكل مربع أقرب للاستطالة. نعم. ولكن ليس مستطيل، هو أقرب للاستطالة. نعم. الله يعطيك العافية. الخطاط رامي غنيم، شكرا على تواجدك اليوم معنا. شكرا لحضرتك ولكل أسرتك. بس نبي نشوف نعرض اللوحة شوية. ما شاء الله، فعلا جمال إبداع. بشكر حضرتك. شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا على تواجدك اليوم معنا في برنامجنا 7 على 7. شكرا لحضرتك وشكرا لكل أسرة البردامكم. شكرا. مشاهدينا وصلنا للختام، أتمنى إن شاء الله فقراتنا نالت إعجابكم. نشوفكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت. مع السلامة.